الخبر. الخبر هو الجزء الثاني المكون للجملة الاسمية، الجزء الثاني الأساسي المكون للجملة الاسمية. احنا عندنا جزئين أساسيين في الجملة الاسمية، المبتدأ والخبر. معنى الخبر ببساطة هو حكم أصدره على المبتدأ. يعني لما أقول مثلا محمد أخي، يبقى أنا أخبرت عن محمد بأنه أخي، كلمة أخي هنا بعتبرها خبر. لو قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كده أخبرتك عن محمد النبي وأخبرتك إن هو رسول الله. إذن كلمة رسول خبر. أما كلمة الله هي لفظ الجلالة اللي بعد رسول، دي مضاف إليه، تمام؟ بس ملاحظ لما قلت محمد أخي ومحمد رسول الله، أنا استخدمت اسم في الإخبار عن اسم، يعني اسم يخبر عن اسم، تمام كده؟ فده بنسميه خبر مفرد. ومعنى مفرد مش عكسها مثنى وجمع، لا، معنى مفرد انه كلمة واحدة ليست جملة ولا شبه جملة، لان احنا عارفين ان الجملة اقل مكوناتها كلمتين، وشبه الجملة كذلك بيكون من الظرف او بيكون من الجر والمجرور. فلذلك بنسمي الاسم عندما يخبر عن اسم زي محمد اخي ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلمتين دول أسماء فبنسميه خبر مفرد. أما إذا أصدرت الحكم على المبتدأ في صورة فعل، يعني لما أقول الله خلقنا، أنا هنا أخبرت عن الله سبحانه بجملة خلقنا. خلي بالك خلقنا دي جملة، ليه؟ خلق فعل ماضي، والنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، وجملة خلقنا في محل رفع خبر للفظ الجلالة. وكذلك إذا قلت مثلا المجتمع الذي يتناصح فيه الناس ينجو من الهلاك، أنا هنا أخبرت عن مين؟ انتبهوا بقى، أصل الحتة دي خطيرة جدا. ملاحظ إن الخبر ما جاش بعد المبتدأ مباشرة زي ما احنا متعودين. ده حصل إيه؟ إن الخبر بعد شوية عن المبتدأ. ما هنا عايزين نتعود إن مش معنى الخبر هو الكلمة التانية بعد المبتدأ، لا يا جماعة، خبر ده معنى. أنا ممكن أفضل أتكلم بتاع دقيقتين ولا حاجة ولا سطر كامل، سطر وبعدين أجيب لك الخبر. والخبر هو ما يبدأ عنده الكلام في أن يتم. يعني الجملة اللي أنا قلتها من شوية، المجتمع الذي يتناصح فيه الناس ها ويأمرون بالمعروف، عايز أطولها شوية ها، وينهون عن المنكر، يبقى المجتمع ماله؟ الذي ها ينجو فيه، عفوا، المجتمع ها الذي يتناصح فيه الناس، ينفع اسكت؟ ما ينفعش لسه ها. الذي يتناصح فيه الناس ويأمرون بالمعروف، لسه برضو ها، وينهون عن المنكر، لسه برضو ماله يا عم ها، قول، ينجو من الهلاك. هنا أخبرت عن المجتمع اللي بيعمل كيت وكيت وكيت انه ينجو من الهلاك. إذن الخبر هو جملة ينجو. يبقى كده استفدنا يا شباب ان الخبر مش لازم يجي بعد المبتدأ على طول، ممكن يفضل او يجي حشو من الكلام بين المبتدأ والخبر، والاساس في معرفة الخبر هو المعنى. ارجو الحتة دي احسن بتكرر في امتحانات كتير جدا، تمام؟ فدي صورة من الصور الجملة الاسمية هنرمز لها بمبتدأ زائد سين من الكلام زائد خبر. نرجع لانواع الخبر. الخبر قلنا يا اما مفرد اذا جه اسم، او جملة فعلية، او ساعات بقى انتبه للي جاي دي، يجي جملة اسمية، وده من اخطر انواع الخبر اللي ممكن يجي لك في الامتحانات، لان للأسف الشديد كثير من الطلاب لا يدركون هذا الخبر. ومن خلال التصحيح لما بقول له طلع خبر جملة اسمية بتلخبطه جدا، او لما تيجي جملة مثلا فيها اعراب مبتدأ تاني غالبا بيبقوا يعني ما بيجيبهاش الا بجد يعني معدودين، يعني اللي بيجيبوا المبتدأ التاني ده. طب ازاي نعرفه بقى؟ ببساطة يا جماعة، وبدون شرح كتير وبدون تطويل وبدون اي نوع من انواع التشتيت، نحفظ جملة، جملة واحدة بس، قيس عليها بقى كل اللي جاي. يعني الله نعمه كثيرة، الجملة دي متكونة من الله لفظ الجلالة، ده المبتدأ صح؟ طب نعمه كثيرة، اهو ده الخبر على بعضه. انا الجملة تمت، يعني انا اخبرت عن الله بايه سبحانه وتعالى؟ بنعمه، ما تنفعش، ده مش لا يكون خبر. طب بكثيرة، ما ينفعش، لان كثيرة هنا ما ينفعش اخبار عن الله سبحانه وتعالى، ده الكل التركيبة على بعضها، الله نعمه كثيرة، هي دي كلها على بعضها الايه شباب، الخبر. زي كلمة او زي جملة بقى الله نعمه كثيرة، ممكن نجيب جملة شبهها بالظبط ونعربها برضه عشان تتعود على الانماط دي او الانواع دي من جمل، لان صدقني هي تعود. انت لو شفت لو في دماغك الجملة بتاعت الله نعمه كثيرة ديت وشفت اي جملة شبهها ممكن تطلعها.
تعال كده نشوف الاسكندريه مثلا. لو انا عايز اعمل خبر للاسكندريه جمله اسميه، فكر معايا كده اقول ايه مثلا؟ على وزن الله نعمه كثيره، اقول ايه؟ ها الاسكندريه مثلا هواؤها طيب او مناخها معتدل. كده انا عملت نفس التركيبه ازاي؟ جبت الاسكندريه وجبت بعدها كلمه اللي هي كلمه مناخها او هواؤها. تلاحظ مناخها وهواؤها اللي هي المبتدا الثاني ده في ايه؟ في ضمير يعود على الاسكندريه. يبقى الاسكندريه هواؤها ماله طيب. يبقى انا لما اجي اعرب كلمة الجملة بقى أعربها إزاي؟ هواؤها مبتدأ تاني مرفوع علامة رفعها الضمة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وكلمة طيب خبر للمبتدأ التاني اللي هو هواؤها. ما أنا كده أخبرت عن الهواء بأنه إيه؟ بأنه طيب، وهواؤها طيب كلها على بعضها خبر لمين؟ للأسكندرية. دي صورة الخبر الجملة الإسمية الأولى. في صورتين لسه على فكرة، انتبهوا. ساعات الخبر الجملة الإسمية يجي كالآتي، اقول لك مثلا الله هو الواحد سبحانه. الله هو الواحد، بنعرب الجمله دي ازاي؟ الله لفظ الجلاله في مرفوع مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، هو ها ضمير مبني في محل رفع مبتدا تاني. انتبه، الضمير ده بيسموه ضمير الشأن، يعائد على الله سبحانه وتعالى. مش مهم، المهم ان اي جمله شبه دي، بقول لك محمد هو الناجح، يبقى نفس الحكايه. يبقى محمد هو دي نعربها ايه؟ مبتدا. ايه شباب؟ مبتدا تاني. يبقى نرجع للجمله بتاعتنا، الله هو الواحد، ها الله لفظ الجلاله مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدا تاني، وواحد خبر للمبتدا التاني، وجمله هو الواحد كلها على بعضها في محل رفع خبر للمبتدا الاولاني. اذا ايه الفرق ما بين المبتدا الجمله الاسميه اللي جت في الصوره ديت والجمله الاسميه اللي فاتت؟ ان المره دي جه الضمير مباشره، يعني ما جاش كلمه فيها ضمير يعود على المبتدا الاولاني، لا ده انا جبت الضمير بشحمه ولحمه، الله هو الواحد. فلما تشوف حاجه زي كده اعربها ايه يا شباب؟ نعربها جمله اسميه او خبر جمله اسميه. نيجي للصوره الثالثه بقى، وهي ما نادرا ما تاتي لكن تعرفها برضو، اللي هي بتيجي في صوره ما الاستفهاميه، بتكرار المبتدا من اجل تفخيمه او تعظيمه. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده عارف انه جديد على البعض. يعني بنسمع كتير قوي في القران الحاقه ما الحاقه، القارعه ما القارعه. ممكن اعملها في جمله عاديه اقول ايه؟ محمد ما محمد. ده بيبقى القصد من هذه الجمل المركبه بهذا الشكل على شكل القارعه ما القارعه. لذلك دايما اقول للاولاد احفظوا جمل ما تحفظوش قواعد. يعني انت لو حفظت الله نعمه كثيره، الله هو الواحد، القارعه ما القارعه، لو حفظت ان دولت صور للاخبار الجمله الاسميه، صدقني عمرك ما هتغلط في الخبر الجمله الاسميه ان شاء الله، لان حفظ الجمله بيبقى اسهل بكتير جدا من حفظ القاعده. طب تيجي نعرف كده القارعه ما القارعه أو الحاقة ما الحاقة، اعرب واحد بقى. القارعة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ما التانية دي اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ تاني، ها؟ والقارعة التانية خبر لما، خبر للمبتدأ التاني، وجملة ما القارعة كلها على بعضها جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأولاني. الحقيقة كده تعرفنا على الخبر المفرد والخبر الجملة الفعلية، وأطلت الكلام في الخبر الجملة الاسمية نظرا لكثير من الأخطاء الذي يقع فيها الطلاب. أنبه إلى شيء أخير قبل ما أروح للخبر شبه الجملة. إيه هو الشيء ده؟ لو سمحتوا يا جماعة، ساعات بتيجي الجملة كالآتي، بقول مثلا محمد صالح عمله، محمد صالح عمله. طلاب كتير تفكر إن ده خبر جملة اسمية. لا، لما أقول محمد عمله صالح، ده خبر جملة اسمية. لكن محمد صالح عمله، لا ده مش خبر جملة اسمية. ليه بقى؟ صالح عمله ده مشتق ومعموله. مش اتخذت اسم الفاعل ومعموله؟ اسم الفاعل اللي هو صالح ومعموله هنا عمله يعرب فاعل لاسم الفاعل عامل، مش كده؟ لان اسم الفاعل هنا عامل. اسمع بقى الجمله الخطيره اللي جايه دي، لو سمحت دونها في ملاحظاتك، انتبهوا يا شباب. المشتق ومعموله لا يكونان جمله. يعني لما اقول محمد صالح عمله، نوع الخبر مفرد، محمد مبتدا صالح خبر، وعمله ديت فاعل لاسم الفاعل. عارف لو عكست الجمله وقلت محمد عمله صالح، كده خدت شكل جمله الله نعمه كثيره. محمد مبتدا عمله، اهي دي كلمه فيها ضمير يعود على المبتدا الاول،
تمام كده؟ يبقى عمله مبتدأ تاني والهاء مضاف إليه، وصالح دي خبر للمبتدأ التاني، وجملة عمله صالح كلها على بعضها في محل رفع خبر المبتدأ. فأنا أنبه إلى أن لا تخلط بين الخبر الجملة الإسمية وبين المشتق ومعموله. تاني يا شباب، لأنها جت في ثانوية عامة، لو سمحتوا انتبهوا. المشتق ومعموله، سواء اسم فاعل ومعموله، أو اسم مفعول ومعموله، أو صيغة مبالغة ومعمولها، لا يكونان جملة، يعني مش جملة، يعتبروا خبر مفرد. يعني ما أقول إيه، علي يقظ عقله، علي يقظ عقله، يقظ دي صيغة مبالغة على فكرة، علشان على وزن فاعل، ها؟ يبقى علي مبتدأ، يقظ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، عقله فاعل لصيغة المبالغة العاملة. طب نوع الخبر هنا إيه في علي يقظ عقله؟ خبر مفرد. طب لو عكست وقلت علي عقله يقظ، هنا بقى اتكون او اتبنت الجملة الاسمية، بقت شكل جملة الله نعمه كثيرة. علي عقله يقظ، علي مبتدأ، عقل مبتدأ تاني، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، ويقظ ها جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الايه يا شباب؟ الاولاني. فانتبهوا يا شباب لهذه القضية، لانها قضية امتحانات، ولا تتسرعوا ولا تخلطوا بين الخبر الجملة الاسمية والمشتق ومعمول. أختم زيادة في التأكيد، المشتق ومعموله ها لا يكونان جملة يا شباب، جملة اسمي، وإنما يكون نوع الخبر فيها إيه؟ مفرد. طيب ننتقل لآخر حاجة بقى، علشان تكون كده أنواع الخبر يعني الحمد لله تكون اكتملت بإذن الله. إن في خبر اسمه خبر شبه جملة، كلنا عارفينه طبعا. خبر شبه الجملة عبارة عن جر ومجرور، يعني ما أقول محمد في المسجد، بقول محمد مبتدأ وفي المسجد الفي حرف جر، والمسجد اسم مجرور، وشبه الجملة في محل رفع خبر. لكن انتبهوا بقى للخبر اللي بيجي ظرف، بالله عليكم انتبهوا. الظروف لو سمحت يعني خطيرة جدا، لأن في كلمات تبدو أنها مش ظروف وهي ظروف. يعني لما أقول لك إيه مثلا، في آية في القرآن بتقول والركب أسفل منكم، ربنا لما كان بيوصف معركة من المعارك وعليها معركة بدر، فبيقول للمسلمين إيه؟ ها والركب أسفل منكم. لو جيت تشوف كلمة أسفل هتلاقي عليها فتحة، أسفل دي ظرف لو سمحت. يعني ما تقوليش أسفل دي خبر مرفوع بالضمة كده، لا، ده أنت هتقول الركب مبتدأ، أسفل ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة، ها، وشبه الجملة في محل رفع خبر لكلمة مين؟ لكلمة الركب. فانتبه هنا، كلمة أسفل وكلمة تحت وكلمة فوق وكلمة خلف وكلمة أمام وكلمة بين وكلمة عند، وكلمة خطيرة جدا لدى، انتبهوا، دي ظرف، لدى بمعنى عند ظرف. كمان عندك كلمة هنا، انتبهوا بقى الحتة دي بقى، هنا وهناك وهنالك وثم وثمت، كل دي ظروف. يعني مقول هنا القاهرة، الجملة الشهيرة جدا لما نيجي نعربها، نعرب هنا القاهرة يا شباب، هنا دي ظرف، أو الاسم إشارة مبني في محل نصب ظرف، ها، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم طبعا، والقاهرة هتبقى إيه؟ مبتدأ مؤخر. طب اسمع الجملة دي، ولدينا مزيد، تعال نعرف جملة ولدينا مزيد كده، ها، لدى ظرف، ظرف لدينا ظرف مكان، صح كده، وشبه الجملة والنا مضاف إليه، وشبه الجملة في محل نصب خبر مقدم. طب مزيد نعربها إيه؟ مبتدأ مؤخر. فهنا القاهرة ولدينا مزيد، دي من الجمل اللي بتسمعها كثيرا، صح؟ اما جمله بقى وعليكم السلام اللي احنا بنقولها، لا انتبه معايا، جمله وعليكم السلام اللي احنا بنقولها كتير جدا بينا، عليكم السلام دي على فكره خبر مقدم برضو مبتدا. يعني ما اقول عليكم دي نعرف بقى ايه، ها، على حرف جر، كم ضمير مبني في محل جر، وشبه الجمله في محل رفع خبر مقدم، والسلام مبتدا يا شباب، مبتدا مؤخر، ده اسمه الخبر الشبه جمله. وانا كده تناولت في هذا الجزء، وإن أطلت معلش لأن مهم للغاية، أنواع الخبر المفرد والجملة الفعلية والجملة الإسمية وشبه الجملة.